هذا جندب، جندب العامري، دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله، أنا أعمل العمل الصالح لوجه الله، أسوي العمل الصالح لوجه الله، أريد به وجه الله، لكن إذا طلع علي واحد وعرف أني عملت عمل صالح أنا أنشر، يعني أصير مشرور أن الآخرين يطلعون، يعني أشوف أن الآخرين عرفوا أني أنا أسوي خير أفرح بهذا أشر، هذا يضرني أو ينفعني؟ تفتل النبي صلى الله عليه وآله قال له: إن الله عز وجل طيب لا يحب إلا الطيب، لا تشرك بعبادة ربك أحدا. قال له: حتى هذا اقطع أملك من هالجانب، أن فلان يشوفك ويرضى عنك وفلان ما يشوفك ويشوفك وما يرضى، هذا لا تهتم به، لأن هذا فلان ما يقدر يضر ولا يقدر ينفع ولا يقدر يفيدك في الدنيا ولا في الآخرة بشيء، اللي يضرك وينفعك هو الله، هو الله. فأنت خليك انقطع إلى الله عز وجل، لأن الله يقول: أنا غني عن الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، من عمل عملا أشرك به غيري فأنا بريء منه.